أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبشفاعة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يا جبار يا الله يا الله.